بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر منتصر علي، وإن شاء الله أول درس لجونيور سيكس، ودرسنا بعنوان فورس أند موشن. ده عنوان اليونت فورس أند موشن، وإن شاء الله هنبتدي بأول جزء فيه اللي هو عن ماس. خدنا قبل كده في سنة رابعة ماس يعني كتلة، الماس اللي هي كتلة. طب ايه الماس دي بقى، تعرفها ايه؟ The amount of matter in an object. The amount of matter in an object يعني كمية المادة اللي موجودة في الشيء. يعني لما تروح كده ايه تشتري طماطم، خضار، موز، فاكهة، الراجل بيحطلك على ميزان. معنى ان هو بيحطلك على ميزان يعني بيجيبلك الماس بتاعها، يعني بيديه بيعرفك كمية المطر اللي موجودة فيه، كمية المادة اللي فيها. طيب measuring unit of mass، علينا نعرف ايه measuring unit، الوحدات بتاعتها، و measuring tools والأدوات بتاعتها. measuring unit of mass، تفتكر اليونت اللي تتكتب جنب الماس ايه؟ لما تروح تشتري طماطم، خضار، بقول عايز قد ايه؟ 2، بقول له كيلو جرام. طب هل دي نفس اليونت لو اشتريت ذهب، خاتم، حلق، سلسلة، هقول له 2 كيلو برضو؟ لا، يبقى عندي 3 يونت، جرام وكيلو جرام وطن. جرام بقد ايه الجرام ده؟ بعد ولا ما اعرفش، هو الحلق بيبقى 3 4 جرام بتاع، ماشي انا عايز الجرام الواحد. فلك عشان تتخيل قيمة الجرام قد ايه، فلك هو بيساوي the mass of one paper clip، دبوس الورق ده بمقام 1 جرام، دبوسين يبقى 2 جرام، وهكذا. طب الجرام دي بقى تنفع الحاجات الخفيفة ولا تقيلة؟ تنفع الحاجات الخفيفة. شكرا. بقولك ايه، it's used to measure small masses as jewelry، يعني ينفع للكتل الصغيرة زي المجوهرات. طب كيلو جرام، افرض انا جبت ايه لحمة وبتاع، وعايز اعرف هل هي كيلو ولا راجل خمني ولا ايه. فقالك كيلو جرام ده the mass of 1 liter of distilled water، يعني مية مقطرة او مية عادية بتاعتنا دي، ازازة لتر مية بمقام 1 كيلو جرام. يبقى انت لو مسدت ازازة مية ومسدت كيلو لحمة بالتقريب يبقوا الاتنين واحد. كيلو جرام mass of 1 liter of distilled water. طب كيلو جرام ده ينفع لحاجات ايه بقى؟ هل small masses؟ لا، ينفع ليه big masses. ليه؟ لان ال 1 كيلو جرام equal 1000 جرام، الكيلو ده 1000 جرام، فينفعش الحاجات الصغيرة، الذهب وبتاع ما بشتروهوش بالكيلو. احنا ايه خاتم حلقة بتاع بيبقى 3 4 جرام ولا ايه، ما بيزيدش عن كده، يعني ما يوصلش الكيلو. يبقى it's used to measure large masses as fruit and vegetables، ينفع للخضار والفاكهة. طب والطن ده بقى، طن 1 طن equal 1000 كيلو جرام، الطن بألف كيلو، طن ب1000 كيلو جرام. طيب ده زي عربية الرملة، يعني الرملة اللي هتتحط في عربية الرملة هو ده بمقام 1 طن، يقول لك طن رملة لو العربية اتملت يبقى ده طن رملة، ماشي. طيب measuring tools بقى، الأدوات. الأدوات بقسمها لنوعين، one arm scale يعني فيها كفة واحدة، two arms scale يعني فيها كفتين. طيب ال one arm scale في منه شكلين عندنا، one arm scale with pointer يعني ده بيبقى فيه مؤشر زي بتاع الساعة كده، في عقرب بتحط الحاجة عليه فالمؤشر بيتحرك، one arm scale with pointer. وفي one arm digital scale، ده ايه digital اللي هو الرقمي، تحط الحاجة بتكتب لك الرقم بتاعها كام، وده المفروض ايه الواسع الانتشار حاليا يعني، وده اللي مستعمل كتير يعني. عندنا 2 بقى ايه من 2 arms scale، في balance scale الميزان ده، طبعا اللي احنا بنشوفه في السوق مش بالنظافة دي، بس هو ده اللي ايه المفروض زي بتاع السوق.
balance scale، وفي sensitive to arm scale. sensitive to arm scale اللي هو الميزان الحساس ده. طيب احنا بقى هنستخدم ايه فيهم؟ احنا هنهتم بالاتنين الاخر دول اللي هما تو ارم ستيل. احنا هندرس الاربعة لنا اساميهم. ممكن يقول لك ايه اديني اكزامبل لوان ارم ستيل مثلا يعني، لكن ايه اللي علينا استخداماتهم بستعملهم فيه بالظبط اللي هما تو ارم ستيل. بالانس ستيل از يوزد تو ميجر ماس اوف، بشوفه فين بالانس ستيل ده؟ ابو كفتين اللي قلنا هنا نضيف، بس احنا بنشوفه في السوق بايه؟ مش بالنظافة دي، من كتر الاستعمال. يبقى بلاقيه فين؟ او بيقيس ايه؟ حاجات تقيلة، فروت اند فيجيتابل، الخضار والفاكهة. طب سنسيتيف تو ارم سكيل، الميزان الحساس ده بقى، يوزد تو ميجر ماس اوف، ينفع لإيه؟ هل ينفع الخضار والفاكهة؟ لا، ينفع الحاجات الصغيرة. ممكن جيولز المجوهرات، ممكن كيميكالز المواد الكيميائية بتاعة المعامل الأدوية الحاجات دي. طيب نخلي بالنا the object mass is equal to the total mass of balance masses. يعني مثلا لو حطيت شوية موز برتقال حطيتهم على كف، والراجل ده الناحية التانية حط لي 1 كيلو من التقل بتاعه، 1.5، 1.25، لا الاتنين اتوازنوا مع بعض، اللي انا حطيته برتقال اللي انا حطيته مع اللي التقل اللي هو حطه. يبقى معنى كده ان ال object mass كتلة اللي البرتقال الاورنج equal the total mass of balance masses، يبقى بيساوي مجموع الكتل اللي محطوطة. يبقى عندي كده 2.25 كيلو. ماشي. طب the mass doesn't change by changing، وخلي بالك من الجملة دي بقى، دي مهمة جدا جدا جدا. the object أو the mass doesn't change، يعني الكتلة ما بتتغيرش. يعني لو رحت اشتريت 2 كيلو طماطم، لما تطلعهم فوق عندك في البيت لو عندك ميزان هيطلعوا برضو 2 كيلو طماطم، يبقى هي مش هتتغير، المس مش هيتغير حتى لو غيرنا ايه، لو غيرنا المكان عند التاجر غير ايه زي اللي عندك في البيت، انت غيرت المكان بس المس هيطلع واحد. طب ايه اللي ممكن تغيره وبرضو يطلع ايه المس مش هيتغير؟ يعني لو جبت إزازة مياه لتر وحطيتها في الفريزر، هي إزازة المياه لتر قلنا بمقام 1 كيلو جرام. طب لو هي تلج هيبقى ايه؟ برضو 1 كيلو جرام. الحجم هيتغير والدنسيتي هتتغير، لكن ايه الماس هيفضل زي ما هو. يبقى حتى لو غيرنا المكان بليس، لو غيرنا ستيت الحالة، ايه تاني ممكن ما يأثرش على الماس؟ عندي بليس وستيت وعندي شيب، شكلها. يعني ايه شكلها؟ يعني مثلا جبت انا خشب مثلا وحطيته على الميزان وجبت التقل بتاعه الماس بتاعته. طب الخشب ده ركبتهم في بعض عملت بيهم شكل، هيفضل نفس الماس. يبقى الماس doesn't change by changing the place, state and the shape. طيب لو انا رحت سافرت بره الارض ورحت القمر، هل الماس بتاعي هيتغير ولا لا؟ الماس مش هيتغير. ليه؟ لانه doesn't change by changing the place، ما انا كده بغير المكان، غيرت الكوكب خالص، لكن الماس مش هيتغير. خبرك عشان بتقعوا في النقطة دي. The body's mass on earth equals their mass on moon، كتلة الأجسام على الأرض هي نفس الكتلة على القمر. The mass increases when the amount of matter، كتلة بتزيد لما كمية المادة. يعني انت مثلا وقفت على الميزان وجبنا الماس بتاعك طلع مثلا 50 كيلو، 50 كيلو جرام. طيب امتى الرقم ده يزيد؟ احنا قلنا لو طلعت فوق مش هيزيد، لو غيرت الحالة بتاعتك غيرت شكلك مش هيزيد، لكن امتى يزيد؟ لما كمية المادة تزيد. يعني مثلا لما تاكل لك سندوتش ولا حاجة، تشيل شنطة، يبقى انت ايه الماس بتاعك هيتغير ويزيد. يبقى الماس بيزيد لما كمية المادة تزيد.
طب قطعت ايد ولا رجل ولا حاجة لا قدر الله، يبقى المس بتاعك هيقل يا حرري. طب ده ايه المس؟ What is meant by the mass of a gold ring is 5 gram. سؤال جديد علينا، What is meant by؟ شبيه لدفاين، شبيه لسؤال دفاين التعريف، عشان كده اللي هعمله ان انا هجيب التعريف، لكن هلزق ايه الرقم ده بقى. يعني هو ايه، بقول التعريف ايه معنى ان الماس بتاع الخاتم الذهب ده 5 جرام، معناه ان كمية المادة اللي جواه 5 جرام. يبقى انا جبتها من ايه التعريف، means that the amount of gold، عشان قال لك جولد. لو قال لك مطر وسايبها كده ايه من غير ما يجيب لك مثال، سايبها ايه مطر عامة او object، يبقى تقول له مطر. It means that the amount of matter in the ring is 5 gram. يعني كمية المادة، كمية الذهب اللي موجود في الخاتم 5 جرام. في حاجة دي؟ ده الماس. الويت بقى، الويت يعني وزن. هو الكتلة تفرق عن الوزن؟ الكتلة تفرق عن الوزن. ليه بقى؟ ويت التعريف بتاعها the force with which a body is attracted to the earth. The force with which a body is attracted to the earth. يعني القوة اللي بيها الجسم بيتشد للأرض. قوة. خلي بالك قوة. أو لا تعريف تاني طويل برضو تخلي بالك منه، لو جالك scientific term تبقى عارف ده تعريف ايه. It is the gravitational force. قوة الجاذبية. By which اللي بيها a body is attracted to the earth. يعني هو اللي عمله ان هو زود لك كلمة gravitational او gravity force، حطها قبل كلمة force. With which زي by which، وبقيت التعريف زي ما هو. فهي تقول ده يا تقول ده اللي يعجبك. طيب ال weight هو بيقول لك قوة شد الأرض ليك، أو القوة اللي بيها الجسم بيتشد للأرض. فدايما اتجاهها لـ Earth Center، مركز الأرض. مين اللي اكتشف المعلومة دي أو جات منين الفكرة دي؟ كان في واحد عالم اسمه نيوتن قاعد تحت شجرة، وقعت عليه تفاح. الراجل قبل ما ياكلها فكر بقى، هي ليه وقعت التفاحة لتحت؟ ليه ما طلعتش لفوق؟ ايه اللي شدها لتحت؟ ايه الجاذبية؟ ان في gravitational force، قوة جاذبية. الأرض بتشد أي حاجة، عشان كده ما بنعرفش تطير. أنت لو بتنط تلاقي نفسك نزلت تاني. لو رميت حاجة إيه من البلكونة بتقع على الأرض، الأرض بتشدها. يبقى في حاجة تانية بقى اسمها الويت، والاتجاه بتاع الشد ده بيبقى ناحية إيرث سنتر، مركز الأرض. كان العالم ده نيوتن، عشان كده الويت ده بيتقاس بيونت اسمها نيوتن. خلي بالك في الماس أخدنا 3 يونت، جرام وكيلو جرام وتون. هنا ما فيش غير يونت واحدة، نيوتن. ماشي؟ طيب نيوتن ده بقى اللي هو اخترع الجاذبية وادانا تعريف للويت. كلمة نيوتن دي تعريفها ايه؟ The weight of an object whose mass is 100 gram. خلي بالك من دي، عشان عندنا ايه في كم مسألة كده ايه في قوانين ليها، وان شاء الله تبقى العملية سهلة. فنخلي بالنا كده من اي ارقام تقابلنا. weight of an object whose mass is 100 gram، يعني نيوتن ده الواحد نيوتن هو بيساوي وزن الجسم اللي كتلته 100 جرام. يعني لو الصورة الرياضية كده، يعني واحد نيوتن ب 100 جرام. يعني لو جبت حاجة 100 جرام وحطيتها على الميزان اللي هناخده بنقيس بيه الويت، ليها ميزان مخصوص مش الموازين التانية بتاعت الماس، ليها ميزان تاني هنشوفه دلوقتي. لو حطينا 100 جرام يطلع وزنهم 1 نيوتن. طيب لو زودت هنا 0 خليتها 1000 جرام، يبقى هنا هعمل ايه؟ الناس دي بتوع الماس بقى، لو زودت هنا 0 يبقى لازم الناحية التانية أزود برضو 0. يعني 1000 جرام
لو حطيتهم على الميزان اللي هنقول عليه هيطلعوا 10 نيوتن. 10 نيوتن. طيب هل الجملة دي right or wrong؟ 10 نيوتن equal 1 كيلو جرام. تستعجلش فكر. هي الجملة right. ليه؟ مش هنا 1000 كيلو جرام، سوري 1000 جرام، وال 1000 جرام مش ب 1 كيلو جرام، خدناها في المس من شوية، الكيلو في 1000 جرام. طب أنا شلت الكلمة دي، شلت 1000 جرام وحطيت مكانها 1 كيلو جرام، مش تطلع هي هي 10 نيوتن؟ وهنشوف عامل ايه دلوقتي مع الميزان ان شاء الله. الميزان بتاعنا مفيش غير ميزان واحد للايه للويت، اسمه سبرينج بالانس او سبرينج سكيل، بيبقى بالشكل ده كده، هو ليه اشكال يعني، بس هو ده الشكل العام بتاعه، بيبقى فيه خطاف كده هوك بحط فيه الحاجة اللي انا عايز اجيب الويت بتاعها، والمؤشر ده بينزل بقى حسب الوزن. الارض بتشد الجسم لتحت لما قلنا الايرث سنتر، وبيديني الرقم بتاعه. نشوف كده عملي بين ايه بنستعمله ازاي او بيقيس ازاي. لو معايا الازازة دي 1 لتر، الميزان معمول من ورا بس ايه هنشوف ايه الدرجة كام. هي ال 1 لتر دي قلنا بمقام 1 كيلو. طب لما نحطها كده في الخطافة اهو المفروض يطلع كام؟ طلع 10 نيوتن. يبقى الازازة اللي هي كيلو طلعت 10 نيوتن. ملحوظة بقى، weight in space equal zero. why؟ يعني weight in space equal zero يعني زي الصورة دي كده، شايفين البرتقال اللي عمال يطير؟ الراجل ده قاعد فين؟ قاعد في سفينة فضاء، مركبة فضائية. ليه الوزن في الفضاء بيبقى زيرو؟ واحد يقول لي ده شغل جرافيك مثلا، لا أوريك كده على الحقيقة بيبقوا ازاي. بص كده شغلهم في جوه سفينة الفضاء بيطيروا. لو دورت على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات من دي كتير، وفي المية نقطة مية هتلاقيها بتطير. ليه بقى؟ فكر بقى ليه هما طايرين كده مفيش وزن. هو ايه اللي بيحكم الوزن؟ من تعريفه كده هو قوة شد الأرض للجسم. طب ما هو في الفضاء الأرض هتشده ازاي؟ يبقى عشان مفيش ايه؟ عشان مفيش جرافيتي، مفيش جرافيتيشنال فورس. because there is no gravitational force أو no gravity in space، مفيش جاذبية. لما يروح بقى القمر يروح المكان اللي هو رايحه تبتدي الكوكب ده يشده ليه تاني، فتبتدي الحاجة تنزل. لكن طول ما هو في الفضاء بعيد عن أي كوكب، عن جاذبية أي كوكب، يبقى هيفضل طاير كده. ماشي، يبقى weight in space بزيرو او there is no weight because there is no gravity، عشان ما فيش gravity. weight is variable او not fixed. why؟ احنا خدنا ان الماس fixed ثابتة، غيرت البليس، غيرت الشيب، غيرت الستيت، هو نفس الماس مش هيتغير. الماس عند الراجل الفكهاني زي الماس عندك في ايه في الشقة، الكتلة مش هتتغير، لكن وزنك ممكن يتغير. طب ليه؟ لأن هل كل حتة في الأرض ليها نفس الجاذبية؟ هنعتبر إن الأرض دي زي مغناطيس، لو أنت مقرب من المغناطيس من المجنت زي ما يكون بعيد عن المجنت؟ لا بتفرق، لو قريب منها هتشدك جامد، لو بعيد مش هتشدك. زي ما هنا ده عشان بعيد عن الأرض، الأرض مش عارفة تشده، مفيش جاذبية بزيرو. يبقى الجاذبية ممكن تتغير، يبقى ليه هي variable أو not fixed؟ because the gravity changes from one place to another، لأن الجاذبية بتتغير من مكان لآخر. في حاجة دي؟ طيب نخلي بالنا بقى من تعريف الماس والميجرنج يونت والميجرنج تولز وكذلك في الويت، وإن الماس ما بيتغيرش، الويت بيتغير. خد بالنا من الحاجات دي، وان الويت ال 1 نيوتن بمقام 100 جرام، وال 10 نيوتن يبقوا 1 كيلو جرام.
خلي بالنا عشان هنحتاج الحاجات دي في المسائل المرة الجاية. نركز في الكلام ده وإن شاء الله نلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.